سألت أيضا عن الصور التي تكون على شكل الرسومات الكرتونية لبعض الحيوانات مثل الدببة وغيرها، توضع كملصقات أو يعني رسمات على الأكواب، هل يجوز استخدامها؟ وضع صور ذوات الأحياء على الأكواب والأواني والملابس والستائر كل ذلك من المحرم، ومن الذي يحمل معه على أن لا يدخل البيت مكانا فيه هذه الصور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصور المرسومة المشكلة باليد داخلة في هذا بقول عامة أهل العلم، وأشد منها الصور المنحوتة، فالواجب أن يتجنبوها ويتركوها ولا يجعلونها لا في أوانيهم ولا ملابسهم ولا أثاثهم ولا في بيوتهم منصوبة، والله أعلم.